أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أمامي كتاب الله، والبيت قبلتي وديني، على الأديان أعلى وأفخر، شفيعي رسول الله والله خالقي، لا رب إلا الله والله أكبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمك علي وأبوء لك بذنوبي، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لازلنا وإياكم مع سورة الزمر، ومن الآية 39 إلى الآية 49. فلنبدأ على بركة الله تعالى في القراءة الجماعية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا. قل لله الشفاعة جميعا. له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا بدا لهم سيئات
سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يبسط الرزق لمن يشاء في ذلك لآيات لقوم يؤمنون إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إنه هو فيكم. طيب عادوا أم اتخذوا من دون
الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. نعم، قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. نعم، ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا وإذ معه العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قال الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. نعم، فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. نعم، أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أم اتخذوا من دون الله شفعاء، أقل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين الآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما
ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان دعانا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أم اتخذوا من دون الله شفعاء أقل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض إليه ترجعون وإذا ذكر الله ظلموا ما في الأرض جميعا يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وبهم ما كانوا به يستهزئون مس الإنسان دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قال الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم يا حسين. شوف سبحان الله الآية يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. عليك السلام ورحمة الله. كأنه آية طمأنينة. هم أسرفوا على أنفسهم ولا زال رب سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي سماهم عبادي أسرفوا على أنفسهم هم أسرفوا قل يا عبادي هذه رحمة أيضا طمأنينة الآية هذه بالرغم كل شيء قل يا عبادي الذين أسرفوا طيب الله يبارك تفضل سيدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم اتخذوا من دون الله شفعاء شفاء لا نقول شفعاء 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 قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون
قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاتر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حسبك الله، يفتح عليك، يعطيك الصحة. حسنا بالكدا، تفضل سيدي. اي السلام عليكم ورحمة الله. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. الله يفتح عليك، يعطيك الصحة سيدي. أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
الله يفتح عليك يا سي محمد، يعطيك الصحة ما شاء الله عليك. واصل السلام ورحمة الله سبحانه وتعالى. تفضل. فإذا مس الإنسان، تفضلي.
سين رقم. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق، يبسط الرزق حرف الراء أيضا مرقق، يبسط الرزق، يبسط الرزق مش طر، يبسط الرزق، طري يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويقدر. أي إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أعطيك الصحة يا يوسف، تفضل. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو قل أولو عليه. أم اتخذوا من دون الله شفعاء السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء أربع حركات لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الله يفتح عليك، تفضل. اي اي سيد احمد. اي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون.
فما آ بين الهمزة فما أغنى. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. أي نعم. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء من هؤلاء بين الهمزة كيف 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 يبسط الري ري يبسط الري أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على لا رد بالك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله يفتح عليك يا عبد الله يعطيك الصحة. الله يبارك فيكم. نكتفي بهذا القدر، نمر إلى المراجعة.